السلام عليكم، شو بيردي زاد كالعادة معكم. اسمحوا لنا بالك غادي ما نطولوش معكم بالفيديو، بصح اليوم شت زين عامر بعد ما توسط. نعطيكم خاص الناس كلي يستغل مين يقول باللي زين عامر. زين عامر جاء انفيتي في قناة تاع نهار تاع كاري 18، جاء انفيتي قلعوا له ما بغاوش يزيدوا له الكونترا. زين عامر ماهيش عنده كونترا باش يخدم في القناة الخاصة، قلعوا له الكونترا تاعو. احنا تكلمنا عليها، كان عندنا الشرف اللي يعطينا المعلومة عليها. ما عندوش كونترا باش يخدم صحفي ولا يخدم في قناة العمومية تاع لا تروا تاع اللي كان يديروها الحصة تاع مع معمر جبور، يتكلموا بالفرنسي على البطولة الجزائرية. مكاشي انا هذه 100%. خشيت ناس كومونتي وقالوا لي راه زين عامر ولا يا ودي زين عامر ولا كاين اللي سبحان الله. هذا توسط له مع المدير قناة تاع النهار انيس رحماني مع ولد قدور، ما صالح بيناتهم سبحان الله. لازم تفهموا ما صالح. قالوا انفيتي انفيتي نورمال انفيتي ايرو انفيتي عطى رايو شنا كيفاش باش يعاود ويولي باش يكسب محبة الشعب. بالأمس كان يعاير في مبولحي يقولوا أنا وطني عليك جزائري 100% عليك. كان يعاير في غلام، هذا عاير غلام، هذا الدابز مع غلام في قسنطينة في لوتير، هو والجماعة هو وذاك أمين عبدي وكلش راحوا بيضربوا بغاو يتحاموا في غلام في لوتير. هذه نعطيكم معلومة، هذا عاير محرز، هذا ولا يستهزا محرز، هذا طاك الفريق الوطني الجزائري. اليوم راه يشك انا ما فهمت غادي بالك نهود جري منا الى السنغال. تهبل من راسك الناس هذو، الناس يدوروا نورمال تما من كيسموه ويعاير في الصحافه يقول لهم كاين صحافه منافقين. يا ودي انت المنافق الاول، يا مساك ما تبانش كاع الا راك راجل ما تبقاش تبان، ما تبانش وما تشكر حتى واحد وصايك تبقى. أنا والله سمحوا لي بنادم قوي يروح عوم 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 ما توين يروح كاع للهند نعيش معاهم، لا مع ليزانديا نعيش معاهم ولا هذ العباد. لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا الجيل شتا ولا هذا الجيل سي مصطفى بلبول عيد خلى هذا الجيل، هذا الجيل شتا ولا عليه لابوات. هذا هو الجيل اللي مات عليه عليه لابوات. ناس منافقين ما عندهمش كاع الكلمه مكاش النيف ما عندكمش الله يحفظ ويستر. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا نعرف والله، الله يجعل ربي يدينا من الدنيا هذه ولا هكا غير هكا ولا اكثر ولا نزيدو نعيشو. خاطر عليها الراجل ما يعطيكش يعيش، الراجل تكتلو غير قنطه كريس كارد ياك عرق يطرطك في الراس بنادم يمرض واحد ما طقناش. هذا جيل، هذا قام شي جيل تاع منافقين الله يحفظه ويستر راه ودعمي. هذا ماشي جيل، هذا يوقفوا مع الواقف يوقفوا مخليين ربي يدير كلش باش يعاود يولي باش يعاود يجي باش يبان. سبحان الله لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما طقناش انا واحد من الناس والله العظيم. لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. خاطش على تسب الناس كان اللي يستغل الناس اللي ينتقدوا فيا يستغلوا هذا الظهور تاع زين عامر. ديجا شت ناس في الكومنت زين عامر ولا زين عامر ولا راكم عارفين زين عامر ولا كاين اللي كاع النهار قاعد بسربيته في لوتيري دور ينشف الغاشي في العرق. هذوك يقولوا لكم الفول ولا كاين كاع النهار كاين اللي كاع النهار بسربيته وينشف في العرق لسياده، كي يخرج يعرق ينشف له العرق. ما تخلوناش ندخلوا في هاد الامور ورانا معاهم في الشروعات. لا اله الا الله محمد رسول الله. ربي راه داري بيا، ربي برك لي راه داري بيا، غير ربي برك لي داري بيا، مكيش لي على بالو كي راه صاري لي، غير ربي برك لي داري بيا. الله يجعل ربي يحفظني منهم ودعوة تما. هذا مكة خاطش على هذو عباد ماهمش ساهلين، صعاب الجيوحية تاعهم، هذو صعاب الجيوحية تاعهم. هذا يروح ينشف العرق لسيده باش يدخلك الحبس. هذو انا عرفتهم وشتهم، هذو لازم ينشفوا العرق لسيادهم، ينشفوا فهمونا اللي ينشفوا العرق لسيده باش يدخلك الحبس. كيما نشفوا العرق عاود يولي نورمال يديروا كلش باش يولوا ما يحشموش. ديجا رامي قابلوا قدام الشعب باللي ما عايروش
يقول لك اللاعب محل المحترف مليح، المحل يمشي مليح، بيريا ودي غير في شهرين، هذا زين عامر، هذا بالشيخ، يايروا في المحترف ويشكروا في اللاعبين المحليين. انا ما فهمت والله، ما فهمت، يشكر في ماجر من بعد دار على ماجر، ما فهمت والله، ما فهمت. اللي يساهم بزاف يساهمنا غير شويه، يدير حصه ويساهمنا غير شويه، يعطينا يحلوا مريصانهم ويقولنا هذوك عايش. هذه هي تحيه الجزائر والمجد والخلود، دي شهدائنا الابرار، وربي يسمحوا لنا والله العظيم يسمحوا لنا ودعمي، لا اله الا الله.